نعمل شير للسكرين. طيب، يعطيكم العافية. في لقائنا اليوم إن شاء الله نستكمل في الشابتر الخاص بالإيربورت كونفيجوريشن. غطينا في المرة الماضية الإيربورت كلاسيفيكيشن، أو المرة اللي قبلها، والمرة الماضية كمان غطينا الرنوي كونفيجوريشن. يتبقى علينا جزء صغير بالرنوي كونفيجوريشن قبل ما ننتقل إلى الرنوي أورينتيشن. وبالتالي احنا بجوز يعني تبقى عنا نحكي شوي صغيرة على الايرفيلد تيرمينال اريا سبيشال ريليشن. يعني في هناك علاقة وثيقة بين الايرفيلد. ايش يعني الايرفيلد؟ يعني منطقة الرنوي، منطقة التاكسي واي، يعني الايرفيلد المنطقة اللي هي في الاير سايد، بين الاير سايد اذا configuration ما بين زي ما حكينا الرنوي تاكسيوي سيستم إلى آخره، مع كمان المنطقة المحيطة بالتيرمينال، منطقة طبعا خلينا نقول الأبرون أو مصفات الطائرات المحاذية للتيرمينال أريا. إيش العلاقة بين الأيرفيلد وما بين التيرمينال أريا سبيشال ريليشنز؟ إيش العلاقات اللي بينهم؟ طبعا كتير مهم نعرف طبيعة تفاعل أو العلاقات، الاوبريشنال امبليكيشنز اللي لها علاقه بالتشغيل او بالحركه او بالانتقال من مكان الى مكان ثاني من قبل الطائرات، ما بين زي ما حكينا التيرمينال اريا والمنطقه المحيطه الابرون اريا، وما بين الرنوي والتاكسي واي سيستم. وبالتالي هذا بياثر على الريليتيف بليسمنت. لما نحكي عن الكونفيجوريشن التشكيل او العلاقات المكانيه، احنا بنحكي بالتاكيد عن هذا الموضوع بشكل مستفيض وبشكل واضح. بالاف اي اي بيعتبروا أن هناك في أربع generic layouts أساسية ممكن ننطلق منها تتطور أو يصير إلى امتدادات مختلفة للـ optimal placement of the terminal area، للوضع الأمثل لوضع terminal مقارنة بالـ airfield، مقارنة بالرنويز أو taxiway system. إحنا mainly it is the runway اللي هو الشيء المركزي أو الجوهر اللي إحنا بنحكي عنه. وبالتالي بدنا نتطلع على الفيتشرز او على المظاهر المختلفه على ضوء الاوبريشنال كاركترستكس او الكونسيدريشنز قبل ما احنا نقرر الفاينل لوكيشن اوف ذا تيرمينال وذ ريسبكت تو ذا ايرفيلد. اذا الكونفيجوريشن النهائي لازم ندرك نشوف العلاقه ما بين التيرمينال وما بين الايرفيلد بالتحديد الرنوي، وصله ذلك بالتطور المستقبلي، ان كان تمدد التيرمينال او توسعه كذا او زياده رانويز او الى اخره. بده يكون لما انا بحط حقائق على الارض من الصعب اني اغيرها بعد 10 او 20 سنه. لما انا بحط موقع التيرمينال او موقع رانويز محدده، لازم يعني هذا الحكي يكون مدروس بشكل جيد ومخطط له بشكل مناسب. الارينجمنتس اللي احنا بنحكي عليها هي الاربعه، يعني بشكل عام قد يكون افضلها ان تو بليس ذا تيرمينال والجيت ابرون فاسيلتيز. الجيت ابرون فاسيلتيز المواقف، مواقف الطائرات المرتبطه بالتيرمينال من خلال جيتس، من خلال بوابات مختلفه. نحكي على هاي البوابات نشوف كيف وضعها، هلا بدنا نحكي عليها بهاي السلايد، لكن خلينا نستكمل السلايد السابقه ونقول انه بدنا نطلع على الارينجمنتس بين ذا تيرمينال والريليتد يعني كونفيجوريشن من ناحيه المناطق المجاوره، التيرمينال وما لها علاقة فيه من الجيت أبرون فاسيلتيز. عادة بيكون عندنا one side to place the terminal area between the pairs of the runways اللي بيكونوا في اتجاه واحد. قد لا تكون efficient كتير مع إنه هذا common، الأفضل إنه يكون بينهما فيما لو كنا بنحكي عن placement of the terminal between the runways. إذا كانت الرنويز متباعدة، إذا كانت الرنويز إلها مسافة تفصلها عن بعضها البعض، فيفضل أن يكون الترمينال بينهم. خلينا نطلع على الأشكال اللي موجودة عندنا هون. This is to overcome by the open parallel runway system اللي إحنا بدنا نشوفهم عندنا الآن. إذا عندنا أربعة mainly أربعة configurations اللي بعطونا العلاقة بين الرنويز، سواء كان عندنا بارلل او مش بارلل، ما بين التيرمينال بيلدينج المنطقه اللي مهشره الموجوده عندنا بهذا الشكل.
هلا layouts الأربعة، الحكي اللي حكيناه بالأول إنه إذا كان عندنا single يعني runway أو كان dual ولكن موجودين بمكان وعلى مكان آخر مقابلهم موجود مش بينهم على جانب من الجوانب تبعت ال one single أو two parallel runways لما يكونوا closely spaced بيكون عندنا terminal building موجود في الجهة الأخرى. طبعاً كمان بعطينا هون فكرة عن الground access بالأسهم والحركة بالsolid line مع الأسهم. يعني الشارع اللي بيكون مثلاً بمر في المنطقة أو بيخدمها بيكون في منطقة ما، بيجي بيكون عندنا circulation معين حول منطقة التيرمينال من الجهة تبعت اللاند سايد، وبالتالي بيكون في عندنا ground access من هاي الجهة. إذا نحن بنحاول نطلع على أربع أشياء للخصائص المختلفة لكل تشكيل من تشكيلات أربعة الرئيسية، واحد منها منشان الأبرون تيرمينال ريليشنشيب، الأبرون مع التيرمينال ريليشنشيب مع الايرفيلد زي ما احنا شايفين بيشرح لنا موجود وين التيرمينال بالنسبة للرانويز، بعدين بيشرح لنا الجراوند اكسس زي ما حكينا بعطينا اكسس من نقطة محددة على الهاي واي لاتجاه نعمل سيركوليشن معين بمحاذاة التيرمينال بيلدينج، وعادة بيكون لنا one way loop مشان الحركة تكون شغالة بشكل مناسب عند المطار، وبعدين بعطينا بقولنا الأبرون تيرمينال إكسبانشن شو إمكانية إنه نعمل إكسبانشن في التيرمينال. طبعا عندنا مجال نعمل إكسبانشن في المستقبل بالاتجاه الشرق الغربي إذا بنحكي عن شمال جنوب هيك إلى آخره، وبعدين بقول لي عن الإيرفيلد كاباسيتي لما بيكون بالتأكيد عندنا كلوز رانوي سيستم parallel بس close أو بيكون single بيكون أقلها capacity بيكون عندنا limited capacity خاصة لو كان عندنا small to medium volumes of air خلنا نقول operations أو عدد مسافرين أو ركاب. نفس هذا الحكي ممكن ننتقل فيه ونشوف الثلاثة other خلنا نقول systems أو general spatial configurations. واحد منهم لو كان عندنا angle intersect أو with an angle يكون عندنا intersecting runways، في عندنا اثنين runways intersecting mainly بسبب طبعا الرياح والآخري الآخري، فهون بشرح لنا شوي عن التيرمينال. التيرمينال لما بيكون موجود بشان يكون قريب من منطقة المطار من منطقة الإقلاع والهبوط يعني بيكون في الجهة هاي، قد يكون في limitation يتوسع في المستقبل إذا بنروح البند الثالث، لكن بيكون عندنا التوسع باتجاه ربما موازي لاتجاه الرنوي مش باتجاه امتداد طبيعي بهذا الاتجاه. الجراوند اكسس برضه شيء شبيه بالشكل الاول، ويعني بيقول لنا كمان انه الاحجام اللي ممكن تمر عنا او الكاباسيتي اللي عنا يعني ممكن يكون سمول تو ميديوم، بعض الاحيان ممكن يكون لارج خاصه اذا كان متباعد الطرفين عن بعضهم البعض وما كانوش كونكتد، لو كان زي الاوبن في او شيء من هذا القبيل ممكن بالتاكيد يكون عنا يستوعب اعداد اكبر واكبر من الحركة أو المركبة. هلأ إذا كان في عندي يعني مجال أعمل أنا مش أعمل close أعمل intermediate أو حتى أعمل far away أو أعمل يعني مسافة معينة ما بين two parallel runways، وقد يكون في عنا another runway for the wind أو ما يكونش عنا زي الشكل الرابع. الشكل الثالث إذا في عنا two parallel runways لكن relatively far، وموجود عندنا طبعا اكيد الكونكشن اللي احنا بنحكي عنه من خلال another يعني runway مشان الويند، فبالتالي في الحاله هاي بيكون عندنا widely spaced parallel runways with intersecting crosswind runway or taxiways طبعا، وبتعطينا شويه نوع من الليميتنج لتوسع التيرمينال باتجاه طبعا البيلت اوريدي صار عندنا بيلت اوريدي runway بهذا الاتجاه، فيش عندي مجال للتوسع الا في الخط المتقطع من الجهة اللي على اليمين على سبيل المثال. برضو ممكن نعمل سيركوليشن بالشكل احنا شايفينه شبيه بالسيركوليشن اللي شفناه قبل شوي، وكذلك إمكانية التوسع محدودة، أما الفوليومز أوف ترافيك أو الكاباسيتي اللي ممكن تكون موجودة عندنا ممكن يكون ما بين ميديوم وما بين لارج فوليومز اللي احنا شايفينها عندنا هنا. أما الشكل الأخير بيشبه الشكل السابق ولكن بدون ما يكون عندنا أي كروس ويند خلينا نقول رانوي، بالتالي ايش اللي ممكن الميزه اللي ممكن تكون موجوده عندنا هون؟ شو رايكم شو الميزه اللي ممكن تكون موجوده عندنا هون بهذا مقارنه في اللي في عندنا كروس ويند؟
هون في عندي مجالين بس الاثنين، للرنوي ولا التيرمينال، اتجاه طبعا اليمين في اتجاه عندنا اليسار. مجال توسعة بشكل مناسب، رانوي، التيرمينال، كمان بالنسبة للحركة السيركوليشن بإمكاني تو أكسس المنطقة من منطقتين أو من شارعين، يعني بإمكاني أعمل أكسس من اليمين أو أكسس من الشمال. هلأ في المنطقة اللي بينهم ممكن أعمل كمان سيركوليشن ما بين الرنوي، ما بين التيرمينال الأول والثاني والمنطقة البارك، نكون بالوسط أو أشياء ثانية. يعني فينا فليكسيبيليتي أفضل بالتأكيد في الحالة هاي من ناحية الجراوند كمان أكسس. وطبعا مرة ثانية لأنه متباعدات ولأنه الفوليوم اوف ترافيك اللي ممكن استخدمه او استوعبه بيكون عالي، فالاير فيلد او الاير كرافت كاباسيتي او الاير فيلد اير كرافت كاباسيتي بتكون ميديوم تو لارج. شيء اوكي. طب خلينا ننتقل على الموضوع المهم جدا لنا كمان، وهو الران واي اورينتيشن. زي ما حكينا قبل بس دقائق. ممكن سؤال تفضل تفضل. بالنسبة للأشكال هاي، احنا بس بنحكي عن الاف اي، ما بنجيب سيرة الاي سي او. مرات هيك مرات هيك، يعني احنا بجوز هلا اللي بعده هلا بدنا نحكي على الاي سي او كيوا اي سي اي او. بس يعني خلينا بتكون نشوف، تقريبا نفس لانه بتعرف احنا المفهوم. في كل شيء نحكي في الجهتين، يعني بعض الاحيان بنحكي، يعني بتختلفش كثير بعض الاشياء اللي زي هاي كلاسيفيكيشن عام كذا ما بيختلف كثير، لكن لما بنحكي هلا عن مقاييس وابعاد وكذا ممكن تختلف، زي ما بدنا نحكي هلا على موضوع الران واي اورينتيشن. هلا راح نشوف كيف. الران واي اورينتيشن طبعا احنا بنحكي بشكل محدد عن وين الاتجاه تبع الرنوي، وكنا بنعرف انه الاتجاه يعني معناه انه من وجهه شمال جنوب شرق غرب او مايل بزاويه معينه عن الشمال او الجنوب او الشرق او الغرب relative to a magnetic north عاده، لانه الطيران والى اخره كله على الكومباس على الماجنتيك نورث، على الاتجاه الشمال المغناطيسي الى اخره، مش الترو نورث، يعني مش الشمال الجغرافي الى اخره، فعادة بيكون في شيء من الفروقات بينهما، لكن احنا بنحكي عن الاورينتيشن بالنسبه بالنهايه للماجنتيك نورث اوف ذا ايركرافت اوبريشن اون ذا رانوي. عاده احنا بنحاول انه لما حكينا بجزء بالتشابتر تبع الايركرافت قلنا احنا عندنا الريح بتاثر عندنا وفي عندنا تاثير على الريح، اما بيكون عندنا الهيد ويند او التيل ويند بشيك، هذا ما عندنا مشكلة أوبريت بالاتجاه تبع الهيد ويند أو التيل ويند، لكن المشكلة الرئيسية بتكون عندنا إذا كان عندنا كروس ويند. في حالة ما يكون عندنا كروس ويند بنبلش نشوف قديش وإمتى ومقدار وأي وقت بتهب هاي الكروس ويند إلى آخره، مشان ما تتأثر عملية الحركة الإقلاع الهبوط على المطار، خاصة عملية الهبوط حقيقة كتير كريتيكال موضوع الكروس ويند إذا كان عندنا مرتفع. إذن typically runways are oriented so that they may use or be used in either direction، إما بالاتجاه يعني لو كان عندنا ممتد شرق غرب الأوبريشنز بتكون إما إقلاع باتجاه الشرق أو إقلاع باتجاه الغرب، هبوط باتجاه الشرق أو هبوط باتجاه الغرب، يعني يفضل دائما يكون عندنا flexibility إنه الهبوط والإقلاع بغض النظر عن اتجاه الريح السائدة يكون مع اتجاه الريح السائدة أو ضد اتجاه الريح السائدة، كانت شمال جنوب او شرق غرب او مايل بزاويه معينه. Orientation must consider obstacle clearance requirement and the area's wind direction. اذا في عندنا شغلتين مهمات كثير ناخذهم بالاعتبار، اللي بتبادر بذهننا دائما موضوع الويند واللي هو حكينا عنه قبل شوي، لكن كمان لو كان في عندي obstacles، لو كان عندي obstacles باتجاه معين فانا بدي اميل اتجاه الرنوي قليلا من شان ما يصير فينا interference، ما يصير فينا تداخل، ما يصير فينا إعاقة لأوبستكلز طبيعية أو مان ميد للحركة في الإقلاع أو في حالة الهبوط. إذن الرنوي أورينتيشن بيعتمد على الويند بشكل رئيسي، لكن كمان بيعتمد على الأوبستكلز والكليرانس اللازم للأوبستكلز أو مشان أمن مناطق يعني بجوار المطار في الإقلاع والهبوط آمنة ومناسبة على امتداد الرنوي. The primary runway or airport runway should be oriented as much as possible in the direction of the prevailing winds. قدر الإمكان بشوف وين عندنا اتجاه الويند السائدة prevailing winds وبوجه الرنوي باتجاه the prevailing winds. لما يكون عندنا landing أو take off aircraft are able to maneuver on the runway as the wind component at right angle of travel إلى آخره بتكون عندنا minimal أو not excessive. يعني
عملية الإقلاع والهبوط بتكون عندنا مع اتجاه الريح السائدة أو ضد اتجاه الريح السائدة، ولكن بقدر الإمكان إنه الريح الجانبية الكروس ويند بتكون not excessive، مش كبيرة كتير. إذا كانت كبيرة كتير مش راح أستطيع أستعمل هذا الرنوي، بدي أبحث عن رنوي آخر أو بدي أختار كمان orientation رنوي إضافي أضيفه للأوريجينال رنوي باتجاه الريح السائدة مشان أخذ بالاعتبار الموضوع اللي احنا بنحكي عنه. هلا نيجي هون بنفصل FAA بهاي الصفحة والإكاوا بالصفحة اللي بعديها. بالFAA recommends انه to orient the runway so that the aircraft may be landed at least 95% of the time with allowable crosswind not exceeding specified limits. FAA بتقول انه الorientation بده يكون تبع الرنوي باتجاه معين، بحيث انه هذا الاتجاه 95% من الوقت بيكون الكروس ويند مش اكثر من حد معين فيه. يعني اتجاه الريح السائده 95% فاكثر بالاتجاه اللي احنا بنحكي عنه، اللي احنا بنختاره، اللي احنا بدنا نحدده للرنوي اورينتيشن. في اوقات محدده قد تكون مش باتجاه الريح اللي بتهب في اتجاه معين، مش باتجاه الريح السائده، فبالتالي مفروض انه ما تزيد هاي عن 5%. ان زادت عن 5% من الوقت، عادة الوقت ايش هو الوقت؟ عندنا 365 يوم في السنة، وعندنا بنفس الوقت كمان 24 ساعة في اليوم. يعني قديش احنا بنحكي عن قديش من الوقت؟ احنا بنحكي عن نضرب 365 ضرب 24 ساعة بيطلع لنا 8760 ساعة. لو ضربناهم في 0.05 نحكي عن حوالي 438 ساعة. 438 ساعة طرفلي طبعا زائد ناقص، نحكي ما يكون عندنا فيها excessive wind أو أكثر من 438 ساعة. طبعا فيهم ساعات الليل وساعات weekend وساعات كذا وساعات كذا، يعني ممكن نتحمل إحنا لغاية 5% يكون عندنا cross wind. إذا كان أكثر من هيك لازم نعمل another airfield، another runway oriented to take into account الاتجاه تبع الريح الكروس ويند القوي. إذا كان عندنا الويند أقل من 95% الكروس ويند رانوي is recommended. Recommended. إذا في عندنا باتجاه معين الكروس ويند 7-8% والويند السائد 92% أو 80% وهذيك 20%، الكروس ويند رانوي is recommended. هذا كله ما دام نحكي الـ FAA بيستند بالتصنيف للـ Airport Reference Code الـ ARC. تتذكر مع بعض إنه الـ Airport Reference Code كان بعطينا letter، كان بعطينا رقم بالطريقة أو بطريقة الكتابة بالنوميرالز الرومانية. يعني مثلاً الطائرات الصغيرة اللي موجودة في Airports لهم Airport Reference Code A1 أو بي، ونتذكر إنه العلاقة في الأبروتش سبيد، العلاقة في الوينج سبان. شيك لما حكينا على الأشياء يا شباب، حضروا حالكم مشان نعطيكم هلأ وظيفة مشان نبدأ نحل ونبدأ نشوف شو ممكن نعمل، نربط الأشياء اللي أخذناها في الشابتر الثاني مع الثالث إلى آخره، مشان الأمور كلها ترتبط مع بعضها البعض مع رانوي أورينتيشن وهكذا. إذا لما تكون طائرات صغيرة نسمح إحنا بالكروس ويند لغاية 10.5 نوت أو 12 ميل بير أور. هذا بيكون allowable، يعني ممكن تتحمل الطائرات الصغيرة اللي موجودة في إيربورت من صنف هاي الإيربورت إلها إيربورت ريفرنس كود من A1 أو A1 و B1. لو كان سرعة الريح الكروس اللي مش باتجاه الحركة تبعت الطيران الإقلاع والهبوط لغاية 12 ميل بالساعة ما عندنا مشكلة. لما تكون الطائرات أكبر شوي، يعني بيكون عندنا الكود تبع المطار A2 أو B2، ممكن نرتفع شوي لغاية 15 ميل بير أور أو 13 نوت. أو إذا بدنا إحنا نحولها، طبعاً إذا بدنا النوت نحولها نقول 13 ضرب 1.85، إذا منحب نعرف إحنا بالكيلومترات تطلع بين 24 إلى 25 كيلومتر بير أور اتجاه الريح مشان نلبي متطلبات
الايربورت ريفرنس كود A2 وA4. اذا كان عندنا اكبر شوي الطائرات هاي وبالتالي المطار بيستوعب طائرات اضخم شوي او اكبر متوسط الحجم، خلقوه هيك احسن، يعني بنحكي عن 16 نط مسموح فيها، يعني بمعنى انه الايربورت ريفرنس كود A3 B3 C1 الى اخره حتى C4. اما الطائرات الكبيره فممكن تتحمل، او المطارات اللي بتستوعب طائرات كبيره بتتحمل لغايه 23 مايل بير اور او 20 نط او حوالي 40 كيلومتر في الساعه واقل شوي، ممكن نتحمل سرعه رياح كروس ويند ونقدر نتحملها، بتكون ضمن اللوبل values of the crosswind. إذا رحنا على الإكاوا الأمور قد تختلف قليلا. تفضلي يا عارين. دكتور هسا، سرعات الكروسويند اللي حكيت عنها قبل شوي هاي ما بنحسبها ضمن 5% صح؟ هاي بالضبط، يعني كلمة اللوبل ما بتكون عندنا مؤثرة ضمن 5%. كلامك صحيح تماما، بتكون مؤثرة اللي بتكون أعلى من اللوبل. صحيح، يعني إذا كانت الوينس ضمن هذا الرينج مش معتبرة في الكروسويند، إذا كانت أعلى من هذا الرينج بيكون معتبر في الكروس ويند. كلامك صحيح تماماً. نعم صحيح تمام. نعم شكراً. نرجع الإكاوا. الإكاوا بتقولنا نفس المبدأ من ناحية 95%، لكن بصنفوا زي ما شفنا بالإكاوا بصنفوا المطارات أو بصنفوا أو بياخذوا بالاعتبار أكثر الرنوي لينكت، وبالنهاية بتنفذ على بعضها البعض. لما بيكون لنا إيربورت والله ريفرنس أو ريفرنس كود اللي حكينا عنه قبل شوي كان والله باتجاه السي أو الدي أو كذا، على طول بيكون length of the runway كبير، يعني أكثر من مثلا 1500 متر على سبيل المثال. لما يكون متوسط بيكون مثلا بالسي مثلا 1 أو 2 أو 3 كذا إلى آخره إلى آخره. لما يكون عندنا في البي أو في الأي في الليمتد في الفيري لو، يعني threshold في القيمة الأدنى، بيكون عندنا بجوز الرنوي لينكث اقل من 1200، ممكن 700 800 1000 متر الى اخره يكون كافي. بكل حاله من الحالات اذا صار في عندنا ايش، صار في عندنا ربط ما بين اللينكث ما بين اللوبل كروس ويند. الإكاوا بتقول لنا المطارات اللي فيها طائرات كبيره الحجم مسمح في كروس ويند 20 نوت. لو اخذنا مقارنه شوي صغيره بنحكي على 20 نوت برضه في الايربورت ريفرنس كود اللي هي من A4 مثلا الى D مثلا 6 على سبيل المثال، بس مشان نربط بين التنتين. لما بيكون في عندنا runway length ما بين 1200 متر إلى 1500 متر بنحكي عن حوالي 13 نوت أو حوالي 24-25 كيلومتر per hour سرعة الرياح. لما بنحكي عن runway length أقل من 1200 متر 10 نوت هي الليمت اللي ممكن نتحملها. إذن for maximum permissible crosswind desirable directions of the runway is based on the average airport wind conditions. إذن إحنا بشكل عام نقول إنه في عنا علاقة وثيقة ما بين الـ permissible crosswind، وكذلك في عنا بعض المتطلبات الأخرى اللي لها علاقة بوضع المطار من نواحي ذات صلة بهذا الشيء. مثل إيش يعني؟ لما بنحكي إحنا على الـ wind coverage regardless of the visibility of the or the cloud ceiling، يعني لما بيكون في عنا حالات معينة في عنا الويند كفرج على إطلاقه، يعني ما عنا الويند كفرج أو الكونديشنز عنا ليميتيشنز معينة فيها، بتطلع كمان على الفيزيبيليتي والكلاود سيلينج. هدول مهمات كتير كتير مشان إحنا نتأكد إنه المطار بيشتغل بكل الويذر كونديشنز. يعني في عنا الويذر اللي ممكن يكون visibility فيه بغض النظر إيش هي، والcloud ceiling بغض النظر قديش منخفض. مرات visibility في المطار نتيجة وجود ضباب عواصف رملية إلى آخره ممكن يكون visibility محدودة، كذلك cloud ceiling انخفاض cloud بعض المناطق طبيعتها أنه في cloud الغيوم دائما بشكل منخفض في مناطق منخفضة مثلا أو كذا إلى آخره. في حالة هاي بده يكون تشغيل المطار بالall weather conditions. في حالات معينة ممكن يكون عندنا تشغيل المطار بالvisual meteorological conditions، يعني لازم يكون الطائرات الصغيرة بالتحديد إنه الwind condition بداخده بالاعتبار إذا كان عندنا ceiling at least 1000 foot والvisibility at least 3 mile. لازم بشغل أو
الاوبريشن بتكون عندنا شغاله بشكل مناسب في المطار، اذا انا للطائرات الصغيره مسموح لي الاوبريشن بغض النظر عن الويند كونديشن، بنحكي عن اذا حالات فيها الرؤيه قد تكون محدوده، فبالتالي بيصير في عندنا ليميتيشن، مش بالامكان اني اجي اسمح بالحركه الا اذا كان عندنا الفيزيبيليتي اتليست 3 مايل، وكذلك عندنا اتليست بيكون عندنا ال 1000 فوت فما فوق الكلاود، الكلاود سيلينج بيكون عندنا اتليست 1000 فوت فما فوق. الشيء الثالث لما بيكون عندنا لسه اقل من هيك، طبعا ساعتها ببطل عندنا الفيجوال بوسيبيليتي، لما بيكون عندنا اقل من 3 مايل يعني من نص الى 3 مايل من جهه، ولما بيكون عندنا السيلينج من 200 الى 1000 فوت من جهه اخرى الكلاود سيلينج، ساعتها بستخدم الانسترومنتال ميتيرولوجيكال كونديشنز، او بيكون عندي الوضع اللي انا بشتغل عليه انه راح اشتغل باستخدام طائرات مش الطائرات الصغيره او الطائرات اللي بالفيجوال خلينا نقول ميتيرولوجيكال كونديشنز بتشتغل، انما الطائرات اللي اكبر اللي بتشتغل برغم الظروف الجويه اللي اصعب، مش بالضروره يكون في رؤيه، وانما بيكون في عندنا استخدام للانسترومنتس فور عمليه التيك اوف او اللاندنج كنترول. طب هذا الحكي كله خلينا ننتقل ونشوف كيف ممكن احنا نوجه الرنويز بالاتجاهات اللي احنا بنعتقد انه لازم ناخذها بعين الاعتبار في موضوع الويند وكذلك في الاوبستكلز الموجوده عندنا. تفضل انس، تفضل. دكتور انس، بالنسبه للفقره الاخيره اللي كنت اشرحها قبل شوي، يعني هي بتحكي عن الرؤيه ولا علاقه الرياح بالرؤيه؟ بنحكي عن ثلاث اشياء مع بعض، بنحكي عن الرؤيه، بنحكي على الكلاود سيلينج، بنحكي عن الرياح. فعشان هيك يعني اللي كان مذكور هون عندنا هون بنحكي على ايش؟ بنحكي على الماكسيمم بيرميسيبل كروس ويند والديزيرابل دايركشن اوف ذا ران واي از بيزد اون ذا افريج ويند كونديشنز وعلاقتها بالفيزيبيليتي وعلاقتها بالكلاود سيلينج حسب المتغيرات او الحالات الثلاثه اللي موجوده عندنا. نعم دكتور، يعني اتجاه الرياح بس كيف بيأثر في الرؤيه؟ ما فهمت كيف. لا، علاقتهم مع بعضهم البعض، يعني الرياح الويند كونديشنز انتاير ويند كفرج بغض النظر يعني شو كانت عندنا الويند كفرج، مع بغض النظر شو كانت الفيزيبيليتي، مع شو بغض النظر شو كانت الكلاود، هي الحاله الاولى بتاخذ الويند كونديشنز مع الاعتبار تبع السيلينج تبع الكذا كذا في الحاله الثانيه، الويند كونديشنز مع يعني بدي يعني هذيك لكل الويند كفرج في كل الحالات الاول ويذر كونديشنز، لكن الحاله الثانيه خاصه بالفيجوال، الحاله الثالثه خاصه بالانسترومنتال ميتيرولوجيكال كونديشنز اللي بدي اخذ فيها في الاعتبار الرياح مع المتغيرات الاخرى الخاصه بالرؤيه والخاصه بالكلاود سيلينج. عارفين عندك سؤال كمان؟ بس النقطة الأولى ما فهمت منيح دكتور، يعني all weather condition يعني كيف؟ قصدك البند الأول من النقطة اللي هي maximum permissible cross wind؟ يعني بنحكي هون إنه أنا مسموح لي أو بيشتغل المطار في كل الظروف الجوية بغض النظر عن قديش كان عندنا مقدار الويند بالكروس ويند، وبالتالي بدي أوفر كروس ويند مثلا رن ويز مناسبه بغض النظر عن الفيزيبيليتي كانت قديش موجوده بغض النظر عن الكلاود قديش ارتفاع الكلاود المسموح فيها، فهمت علي؟ هذا الانتاير ويند كفرج، بينما في الحالتين كانت في قيود على الويند كونديشنز على الفيجوال الى اخره على الكلاود الى اخره في حاله الانسترومنتال في حاله الفيجوال ميتيرولوجيكال كونديشنز. يعني دكتور بهي النقطه بنصمم المطار على كل شيء صح؟ هلا حسب عنا ايش وضع المطار، اذا بدي اصمم مطار على الاول ويذر كونديشنز بدي اخذ بالاعتبار كل الاشياء اللي بنحكي عليها. تمام. اوكي، خلينا نطلع اذا على عندنا شكلين لمطارين فيهم الاورينتيشن تبع الران ويز واضح انه عندنا اتجاه الرياح السائده هي اتجاه مثلا يعني تقريبا شماليه شوي باتجاه الغرب وهكذا، اذا في عندنا احنا
اورينتيشن لارن ويز بالاتجاه، لكن واضح متعامد معهم. كمان في عنا احيانا رياح عم بتهب من الاتجاه الجنوبي باتجاه شوي الغرب او الغرب شوي باتجاه الجنوب، متعامد مع هذا الاتجاه، وبالتالي في عنا فتره معينه من السنه او من الوقت بقدرش اهملها او اتجاهلها، بدي اخذها بالاعتبار من خلال انشاء كروس ويندز رانويز متقاطعه او غير متقاطعه في هذول الانترسكشنز. هون في عنا تو انترسكشنز لما رانويز، او مرات مش متقاطع زي ما انتم شايفين هون، مشان يعطينا فليكسيبيليتي افضل، سيفتي اعلى وكباسيتي اعلى. او ربما نتطلع كمان على الشكل هذا اللي في شيكاغو، مش اوهيرا ميدوي، هذا يعني مطار اخر في منطقه شيكاغو. يعني واضح انه اتجاه الرياح ربما تكون السائده باتجاهات متعامده مع بعضها البعض، وانا بناء على ذلك عملت توران ويز بهذا الاتجاه وتوران ويز بهذا الاتجاه كمان. وربما كمان في كمان يعني فاسيلتيز مختلفه من شان التاكسي ويز ومن شان كذا والكونكشنز الى اخره. وقد يكون كمان انه احنا نشوف الديفلوبمنت اللي حول المطار، مرات كثير احنا طبيعه الديفلوبمنت او طبيعه الديفلوبمنت المتوقعه بتخلينا نوجه الاورينتيشن باتجاه معين. شايفين وين التيرمينال والكونكشن مع اللاند ترانسبورتيشن وهكذا، كل هذه الاشياء بناخذها بعين الاعتبار وهكذا. نور تفضل. دكتور بس هذا المطار يعني اذا في المستقبل حبوا يعملوا له توسعه، ما فيش مجال نوسع ولا سنتي. طب ليش هيك؟ هو ربما يعني اجى الديفلوبمنت لحق المطار، قلت لك كيف يعني. يعني ربما كان منشا باتجاه معين الرنويز مع التيرمينال الى اخره، بعدين وسعوا كمان رنوي او وسعوا كمان كذا او ضافوا الكروس. يعني بجوز يعني طبيعه المنطقه ما كانت مبنيه في هذا الاتجاه، لكن بالتأكيد لما صار هيك ما فيش عندنا مجال للتوسعة. أي توسعة بتكون من خلال طبعا إنشاء مطارات أخرى بمناطق بجوز مجاورة في الميتروبوليتان إيريا إلى آخره إلى آخره. نعم صحيح. طب ننتقل الآن لاختيار حقيقة الويند دايركشن أو اعتبار الويند دايركشن الكريتيكال مشان نتأكد إنه هذا هو الاتجاه الأمثل للرنوي. يعني فيما يتعلق في موضوع العوائق راح نحكي عليه على جنب، لكن خلينا نحكي في البداية عن موضوع اتجاه الرياح. إذا أنا بدي أوجه الرنوي is found through graphical vector analysis using the windrows. في أن إحنا رسمة بدنا نشوفها نطلع عليها، بدنا نشوف كيفية التعامل مع متغيرات الرياح. إحنا شفنا قبل شوي عندنا المتغيرات التالية، عندنا الدايركشن شيء دايركشن تبع هبوب الرياح، عندنا عدد الساعات اللي بهب فيهم الرياح من اصل ال 365 يوم في ضرب 24 ساعه باليوم، وكذلك سرعه الرياح. اذا عندنا ثلاث متغيرات، هاي الثلاث متغيرات بدي اعملها جرافيكال فيكتور اناليسيس او برزنتيشن على الخرائط، بحيث اوجه او اشوف وين الوضع الراهن بالنسبه لهبوب الرياح من ناحية الاتجاه والسرعة وعدد الساعات، وبالتالي أقرر وين ممكن يكون التغطية لغاية 95% من الوقت. إذا كان أقل من 95% بدي أضطر أعمل أو أستخدم رنوي للكروس ويند. إذا windrows consist of series of concentric circles cut by radial lines using polar coordinate graph paper. خلينا نطلع على الشكل هذا اللي بعده مشان نرجع نكمل الحكي اللي بنحكي فيه. إذن احنا اللي شايفينه امامنا، خلينا نرسم او نحط لكم بعض الاتجاهات والى اخره الى اخره. احنا بنحكي عن ايش؟ نحكي مثلا على دوائر. هاي الدوائر كل واحده منها ايش بتعطينا؟ تعطينا سرع مختلفه للهواء. إذن كل دائرة وتسكيل طبعاً نرسمها، إحنا بنحكي عن مثلاً بالنوت أو بالمايل بير أور أو الكيلومتر بير أور. بدي أرسم تسكيل، بدي أرسم دوائر، وهي الدوائر تعطينا قديش عندي. هي منتصف الدائرة، هي منتصف الدائرة. إذن من هون بدي أرسم، بدي أخذ بعين الاعتبار دوائر من هون إلها أنصاف أقطار،
كل نصف قطر بيعني لي سرعة معينة للرياح. إذا كنا إحنا بنحكي مثلاً لغاية 4 knots، إذا كان مهم 4، إذا مش مهم أو 4 miles per hour، أو إذا كان عندنا الحد الأدنى هو 15 اللي أنا بشتغل عليه، اللي هو المينيموم اللوبل كروس ويند اللي من خلالها بقول أوكي، إذا أكثر منها بيكون نوت أوكي، بصير أهتم أنا أكثر بالكروس ويند اللي هي عند الثريشولد فاليوز اللي حكينا عنها قبل شوية، 10 knots و13 knots ومش عارف 20 knots وكذا إلى آخره. هذه الليميتس، هاي الليميتس هاي اللي أنا بهتم أكثر إني أرسمها. لكن إذا كانت والله مش مقسمة هيك سرعة الرياح اللي موجودة عندنا أو اللي معطاء لنا من الميتروجيكال سنتر أو داتا سنتر إلى آخره إلى آخره، فيفترض فينا إنه نأخذها بعين الاعتبار كما هي، وبعدين أنا برسم المعلومات اللي عندي. يستحسن زي ما حكينا إذن إنه إحنا نرسم شرائح بهذا الاتجاه. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني بيكون عندنا راديال أو بولر كوردينيتس أو اتجاهات. خلنا نطلع عادة بيكون عندنا إيش، نرسم بلون ثاني. في عندنا عادة بيكون عندنا نرسم بالأحمر. إحنا بنعرف كلنا في عندنا النورث مش هيك، عندنا الساوث، عندنا الإيست، عندنا الويست. أوكي، لما نقسم كل واحدة فيهم إلى 4 مناطق، يعني بقسم 45 درجة، وال 45 درجة كمان بقسمها لكم؟ كم يا جماعة بتصير هاي الزاوية؟ 22 درجة ونص. نعم 22 درجة ونص. هلا نعم، هلا شو بنعمل احنا؟ بنعتبر انه اتجاه الشمال او اتجاه الشمال الشمال نحو الشرق، او الشمال الشرق المال 45 درجة، او الشرق باتجاه الشمال والشرق يعني بيكون اقرب الى الشرق ب 22 ونص درجة. هلا كل واحدة منهم بتغطي اتجاه الريح اللي بهذه الجهة، يعني هاي المنطقة هيك، هاي اتجاه الشمال، وبغطي كل الرياح اللي بتهب بهاي الجهة. خلينا نرسمهم بخطوط مستقيمة هيك هيك، المنطقة كلياتها هاي الرياح اللي بتهب بهذا الاتجاه من هاي الزاوية لهاي الزاوية كلياتها، كأنه كلياتها إيش مالها؟ كأنه كلياتها عبارة عن إيش؟ عبارة عن منطقة واحدة، اتجاه الريح فيها كأنه اتجاه واحد. يعني ما بنزل على تفصيل التفاصيل، يعني بيكون كانوا عندي 16 ستريب، يعني 16 ستريب، كل ستريب بتعملنا اريا او بتعملنا حيز، وهذا الحيز مقداره 22 ونص درجة. اذا كنت بحكي عن الشمال بيكون من الشمال باتجاه الشرق 22 ونص على 11 ربع درجة، و11 ربع درجة من الشمال باتجاه الغرب، وهكذا. فهمنا كيف؟ إذن أنا بدي أقسم، بدي أرسم شغلتين، بدي أرسم حلقات، والحلقات هاي بتمثل إيش؟ بتمثل speed of the wind، وبدي أرسم كمان شرائح polar، وكل شريحة عندنا 16 شريحة 360 درجة مقسمين على 360 درجة على 16 شريحة، وكل شريحة 22 ونص درجة من اتجاه الشمال أو الشرق أو الغرب أو شمال الشرق إلى آخره. عندنا نص الحيز من هون، نص الحيز من هون. تفضل يا نور. دكتور السرعات هذول شهرياً ولا يومياً ولا إيش؟ هاي السرعة، السرعة ما هي سرعة يومية ولا شهرية؟ أنا بدي أخذ بالساعة، حتى أنا بدي أخذ السرعة بالساعة. يعني يفترض لو عندي دراسة هلأ ممكن يكون باليوم، بس الأفضل لا بالساعة. يعني مرة تانية أنا عندي 24 ساعة شيك زي ما حكينا قبل شوي، مضروبة في إيش؟ مضروبة في 365 يوم، يعني مفروض يكون عندي معلومات لكم ساعة؟ ل 8760 ساعة. بدي أجيب من دار الأرصاد الجوية معلومات 24 ضرب 365 إن استطعنا. هلأ ما استطعنا بدي يكون الأقل 24 يوم، يعني باليوم بقول لي كذا، لكن بصير دقة المعلومة أقل. الأصل بالساعة، تمام؟ هلأ ممكن هو يعطيني مريحني يقول لي البرسنتج للرياح اللي بتهب باتجاه الشمال من مجمل الوقت بالسنة كلياتها بيساوي كذا بهذا الاتجاه، كذا بهاي السرعة. يعني أنا كأنه بدي يكون عندنا جدول، مش هيك؟ حط جدول هيك صغير. نفترض أن عندنا المعلومات هي التالية، نحن رحنا هيك شوي صغيرة همش
نعمل هيك، بدنا نروح على السلايد اللي بعدها. نريد نعمل شيرينج للسكرين مرة تانية، نطلع على، نرجع على الويندوز هون. أوكي، كأنه أنا بدي أخذ أي نرسمها مرة تانية بشكل أوضح، إنه إحنا بدي يكون عندنا معلومات كالتالي: عندنا تيبل المعلومات واللي فيها هيك وهكذا. إنه إحنا كم عندنا هيك؟ أوكي، هلا قديش عندنا تكست؟ خلينا نحط تكست هيك. قديش عندنا هون الويند سبيد؟ عندنا الويند دايركشن، لساعات المختلفة من السنة. يعني بالنهاية بده يكون لنا جدول، الجدول يقول لي عندي 50 ساعة في السنة، الويند بهب من اتجاه الشمال الشرقي أو بزاوية كذا وكذا بسرعة كذا وكذا، وعندي 100 ساعة بالسنة كذا، وعندي 50 ساعة بالسنة كذا، وعندي 0 ساعة، وعندي 300 ساعة بهب بهذا الاتجاه، وعندنا 3000 ساعة كالم، فيش عندنا فيها هواء، أو الهواء لا يكاد يذكر، بيكون أقل من 4 كيلومتر أو مايل بير أور. بدي المعلومات كلها تكون موجودة عندي، أستطيع أوجد منها كم نسبة الويند سبيد بالويند دايركشن اللي تقع. على سبيل المثال بدنا نشوف هذه الاريا، فنهشر هذه الاريا اللي هون. ايش معنى هذه الاريا اللي انا اشوف نسبة الهواء اللي فيها؟ هي نسبة الهواء اللي سرعته ما بين 15 الى 20 مايل بير اور، والذي يهب من اتجاه الشمال، اتجاه الشمال اللي هو طبعا يعني الشمال و 12 11 درجة وربع من هاي الجهة و11 درجة وربع من هاي الجهة، اللي محدود يعني بده يكون من هذا الضلع من هون لهذا الضلع من هون. كم عندنا اتجاه الرياح، او كم عندنا ساعات الرياح مقسومة على ال 8000 ومش عارف قديش و760 ساعة. واضح؟ هلا لو زي ما حكينا، لو كان عندنا هون بهب، لو افترضنا كان عندنا لما جمعناها من المعلومات اعطتنا اياها دائره الارصاد الجويه، كان عندنا 800 نفترض و76 ساعه، بنقسم 876 ساعه مقسمه على 8760، بقول هون عندنا بيمثل 10%. اذا بدي اكتب هون على رقم، هذا الرقم مقداره هيك، بقول 10% من الوقت، إذا بدنا نعملها مضبوط 10% من الوقت الرياح بتهب من الشمال بهذا الاتجاه بهاي السرعة. واضح؟ هلا نيجي بنقول لما عملنا دراستنا كمان وجدنا إنه والله عند ال 20 لل 25 مايل بير أور على سبيل المثال، وجدنا كمان إنه أنا في عندنا هون بهذا الرينج، وخلينا كمان هذا الرينج نهشره بالاتجاه هذا كمان، نقول إحنا في عندنا هون كمان رينج للهواء اللي بناخده من الإحصائيات اللي عندنا، واللي بتقولنا إنه نسبة الهواء اللي هون والله 2.5%، وهكذا. وظيفتنا الآن بدنا نشوف الستريب اللي بدنا نرسمها على عرض معين. لو كان هذا هو محور السنتر لاين، هذا المتقطع هو محور الرنوي، بدي اخذ انا اللوى بالويند على اليمين والشمال كروس ويند بمقدار 15 مايل بير اور مثلا، اللي لها علاقه بال 13 نوت او ما يعادل 24 25 كيلومتر في الساعه. فانا بدي احطها، لو افترضنا انه كانت هون اتجاه الرياح السائده وكان عندي اللوى بالويند 15، اذا انا بدي ارسم وين 15
عندنا ال 15. بدي ارسم، لو افترضنا انا بعتقد انه الاتجاه الشمالي الجنوبي هو الاتجاه اللي فعلا المحوري بالنسبه لنا، اذا بدي ارسم خط الان هيك، وبدي ارسم خط ثاني هيك، مماسة ال 15 واضح، اللي بتكون في عندنا الغالبيه العظمى من هاي النسب موجوده بهذا الاتجاه وتشكل 95% على الاقل. لما اجمع 10% و2.5% وهون 2.4% وهون 13% وهون 20% وهون الكالم اللي بتشكل 50% من الوقت، كل هذه الاشياء اللي انا بدي احطها واجمعها بتشكل 95% فاعلى، بيكون هذا هو اتجاه الرياح السائده. اما اذا ما كانتش هاي، انا بدي اقول مثلا، بجوز واحد يقول لا يا عمي الاتجاه اللي احنا بدنا اياه هو هذا الاتجاه، خلينا نشوف. واحد ثاني بيقول بدنا نشوف الاتجاه الاخضر، نفس الاتجاه اللي هو راسم لنا اياه هون. هي عندنا من هون لهون عندنا ال 15 مايل بير اور، ال 15 مايل بير اور هذا هو اتجاه الرنوي، هذا السنتر لاين بعدين تبع الرنوي كانه بمر في المنتصف. هل بدنا نتاكد هل هذا الدايركشن بعطينا كروس ويند اقل من 5% ولا لا؟ يعني بدي اجمع النسب اللي بتمر هون، النسبه اللي هون واللي هون واللي هون واللي هون اللي وذين ذس اللي هو بالكروس ويند، بدي اجمعهم كلهم بحيث مجموعهم يشكلوا كم؟ يشكلوا 95% ولا لا؟ بدي اعمل فحص لهذا الشيء. بدي انا ابحث اذا عن اتجاهات مختلفه، ممكن بالكمبيوتر برنامج، ممكن يدوي، ممكن اعمل هذا الحكي على تريس بيبر واحرك هذا ستريب على اتجاهات مختلفة بحيث أتأكد أنه يكون عندي مجموع النسب أعلى ما يمكن، وأعلى ما يمكن يفضل يكون 95% فأعلى مشان ما أعملش كروس ويل رانوي. لكن إذا كانت أقل من 95% وغصبا عني كان في عندي مناطق خارج عن إطار الستريب اللي عندي، بدي أضطر أعمل كمان كروس ويل رانوي. السؤال اللي إحنا بدنا نسأل حالنا إياه، المعلومات اللي عندنا شو طبيعتها؟ هل بستطيع أترجمها بنسب مئوية؟ بدي أرسمها على الرسمة تبعت الويندروز، وبدنا نطلع باتجاه معين. طب فيما لو كان عندي جزء من النسبة، يعني هذه هاي الجزء الأحمر بشكل 2.5% مش هيك؟ طب لو أنا بدي أخذ الخط الأخضر هو الخط اللي بشكل الليمت، قديش عندي أنا الجزء هذا من 2.5% هون بدي أقدرها تقدير على المساحة؟ يعني إذا كانت هاي كلها 10 وحدات، بجوز هاي تكون مثلا 10 وحدة، يعني هاي تكون 0.25، واضح؟ يعني هاي هذه الاريا اللي هون لما بدي احكي على الاخضر، هاي الاريا اللي هون الزاوية هاي من هذا الجزء اللي موجودة بهذا الاتجاه قد تشكل نسبة بدي اقدرها من 2.5%، بتشكل 10ها، بتشكل 5ها، بتشكل شيء نيجليجبل منها بتمر بطرفها بالضبط، يعني ما بيكون شيء ذو اعتبار وهكذا. طبعا لما هلا بدي اجي اطلع شوي اكثر، مش بدي اعمل كليرنس لهذا وارجع شوي للخطوه اللي قبلها والخطوه اللي بعدها ونفرجيكم فيديو لكيفيه احتساب او معرفه الويندروز، خلينا نقول كالتالي، بس نستكمل بمش المعلومات النظريه اللي بنحكي فيها، بعدين بنشوف المثال اللي بدنا نشوفه على اليوتيوب. اذا الويندروز consists of series of concentric circles cut by radial lines using polar coordinate graphic paper. Radial lines are drawn to the scale of the wind magnitude, radial lines, such that the area between each pair of successive lines is centered on the wind direction. اللي حكينا قبل شوي، اتجاه الريح شمال شمال شرق شرق إلى آخره إلى آخره. The percentage of time the runway is in the direction of the center line can be found so as to maximize the permissible crosswind is not exceeded. So as the maximum permissible crosswind, the 5% is not exceeded. وغالبا, usually, we add the percentages contained in the sectors outside the two outer parallel lines and subtract from 100% مشان يكون عندنا قديش percentage of the crosswind coverage. هذا المثال اللي احنا ممكن نحكي عنه كأرقام. يعني لو كان عندي أنا نسبة، هنطلع على هون، عندنا في الأول الويند الكروس ويند اللي هو بالكروس ويند كان عندنا 10 نوت، 10 نوت، يعني إذا بنتذكر مع بعض
وين كانت عندنا العشرة نوت؟ إذا بنحكي مثلا عن الـ FAA أو الـ إيكاوا، هاي العشرة نوت لما يكون عندنا 1200 متر الرنوي لينث، أو في حالة ما نحكي على الـ FAA كانت عندنا الـ Air Field Reference Code A1 أو B1. إذا كان عندي أنا بدي أخذ بالاعتبار الطائرات الصغيرة، إذا أنا بدي أحكي على الكروس ويند لغاية 10 نوت اللوبل، بعد هيك بيكون نوت اللوبل. عم بيقول لي إنه الويند كفرج هون الويند كفرج هون في داخل هذه المنطقة اللي أنا بعتبرها نوت، إذا كانت أقل من 10 نوت مش إفشنت، مش مهم كتير إلنا، هاي بتشكل 89.3% من الوقت. طب بقية الوقت عم بعطينا النسبة المئوية في المربعات اللي عندنا هون، إذا بعطينا الدايركشن أوكي. المرة هاي أعطانا الدايركشن لكل 10 درجات، that's fine. إذا كانت مقسمة عند دائرة الأرصاد مش لأربع أرباع في كل ربع، يعني لك 16 جزء، لو كانت مقسمة ل 36 جزء that's fine، بيكون أدق الشغل عندي، ما عندي مشكلة. إذا هون كان مقسمها إلى 36 قطاع، وكان مقسم الكروس ويند أو الويند permissible wind إلى 10 17 22 28 إلى آخره إلى آخره حسب سرعة الرياح الموجودة عندنا. إذا من النسب المئوية لعدد الساعات اللي بتهب فيها الرياح بهذا الاتجاه وبهذه السرعة من 10 إلى 17 أو من 17 إلى 21 أو 22 إلى 27 إلى آخره، بحط عندنا النسبة المئوية من الوقت. واضح إنه النسب المئوية مثلاً هون 1.4 هون 2% هون 7% هون كذا، البلس معناتها كسر بسيط كتير كتير يمكن إهماله، أما الفاضل يكونش من مرة في عندي ولا شيء، يعني ما عندي أي اتجاه ريح جاي من هذا الاتجاه بهذه السرعة في هاي المنطقة، لكن هذا بيكون كسر بسيط كتير كتير لما يكون على بوزيتيف. هلأ هو عملنا هذه الجوب وبحث لنا عن المنطقة اللي ممكن تكون فيها اتجاه الرنوي، بحيث انه 89.3% زائد جمع لي الـ 0.6 والـ 0.7 والـ 0.4 والـ 0.4 والـ 0.8 والـ 1 وإلى آخره، وجمع لي جزء من الـ 0.3. إذا كنت أنا بحكي، طبعا أنا بحكي عن ستريب، خلينا نرسمها الداخلية، نحكي عن ستريب، هاي ستريب، إذا كنت أنا بحكي عن هذا ستريب، هاي عندنا العشرة نوت شايفينها، وين عشرة نوت حدها هون، والعشرة نوت كمان حدها الثاني هون، بس هذا الجزء الآخر الخارجي، هذا بس الإدج تبع الرولر أو اللي برسمه على تريس بيبر مرات كتير، هاي بتكون زي شفافة، هذا الجزء المتحرك، هذا الجزء اللي شفناه قبل شوية على الشريحة. بس نرجع لورا خطوة، نرجع لورا خطوة بعد ما مش نمحيها، دول لازم نمحيها بالأول مشان نرجع لورا خطوة. اللي أنا عاملها كنت هون هي الشريحة، هاي الشريحة اللي بدي أخدها من السنتر لاين تبعها هون، أحطها وين؟ أحطها هون على السنتر لاين تبع الدائرة. فأنا برسم أول شيء الدائرة وبختار الشريحة اللي إلها عرض يساوي اللوب الكروس ويند من كل جهة، من الجهتين، من هاي الجهة ومن هاي الجهة، يعني بيكون عرض الشريحة هاي بيكون دبل الكروس ويند، مشان ناخذ بالاعتبار الكروس ويند جاي من الجهة الشمالية أو من الجهة الجنوبية، مثلا أو الشرقية أو من الجهة الغربية. إذا أنا بدي أدور الشريحة هاي، إذا الشريحة اللي عندي هون هاي بحطها على المحور، الشريحة اللي عندي هون، بعدين ببدأ أدور بالشريحة هاي، أبدأ أعمل عملية روتيشن، هذا اللي إحنا شايفينها بدي أدورها هيك أو أدورها بهذا الاتجاه، بحيث هذا وهذا البعد يجمعوا ما بينهم هون، يجمعوا في بينهم أكبر نسبة من الزمن، أكبر نسبة من الزمن. أوريدي أنا وين ما أنا رحت وين ما أنا جيت عندي النسبة هاي الثابتة وهي 89.3، لأنه هي within المنطقة اللي بنسميها الكالم أو within permissible cross wind. بدي أجمع بعدين الأرقام هاي، إذا ما كانتش الأرقام هاي هي بتعطينا الماكسيموم ويند كفرج، بدي أدورها هاي للشمال أو للجنوب شوي حتى أحصل على أحسن تغطية. التغطية اللي هو حصل عليها هون أعطانا 98.61%. ليش؟ لأنه المتبقي، شايفين وين متبقي؟ بس نعمل شوية إشارات على المتبقي، نحط هيك زي سيركلز، وين عندنا المتبقي؟ عندنا هون متبقي النسبة هاي،
والنسبة جزء من النسبة هاي متبقي أو جزء من النسبة هاي متبقي أو جزء من النسبة هاي متبقي وهكذا. المتبقي اللي بيكون خارج منطقة الدراسة تبعتنا تبعت الستريب تبعنا بيكون أقل اللي هو 100% ناقص 98.6 يعني أقل من 5%، إذا هذا الديركشن بيكون الأفضل. هلا إحنا عادة لما بنشتغل حتى لما نطلع فيجوالي بدون ما حتى نستعمل تريس بيبر بدون ما نستعمل برنامج رح نطلع الأرقام، والأرقام تقودنا إلى التوجيه الأمثل. واضح إنه هون عندنا النسب عالية بينما النسب هون نيجليجبل نيجليجبل، إذا النسب العالية جاي من اتجاه الشمال الغربي، إذا أكيد بده يكون عندنا اتجاه الرنوي هو اتجاه شمالي غربي رايح باتجاه الجنوب الشرقي. يعني بجوز مع الفيديو القصير اللي بدنا نشوفه الآن الصورة بتتوضح تماماً، وبعطينا بناء على ذلك المعلومات اللي ممكن نأخذها في الاعتبار. خلينا نروح نشوف في حدا بحب يسأل ولا بعد الفيديو أفضل؟ بعد الفيديو خلينا نروح على الفيديو. طبعاً الويندروز مفهومين، مفهوم اللي انتو زي اللي جبتوه بنسميه تايب 1 ويندروز، والمفهوم الثاني هو تايب 2 ويندروز اللي احنا شرحناه واللي هو مفيد لنا اكثر مشان نحدد متطلبات الرنوي من ناحيه الدايركشن. طبعا اللي احنا حكيناه قبل شوي هو موجود عندكم في خليني بس اتاكد وين موجود عندنا زوم لينك. موجود عندنا الاتجاه، خليني اعمل شيرينج ل بس لحظة شوي أعمل شير لأتأكد داونلودز. أوكي هذا عنا يا جماعة، مش هذا والله، لا ستوب شير ونطلع على الاتجاه تبع الويند. لحظة واحدة أنا عملت لكم اللينك جاهز بس خلينا نتأكد إنه وين موجود اللينك أو بوقف اللينك. أعطوني لحظة واحدة مشان أرجع أفتح الفيديو مباشرة. مش هاي بدنا نوقف هيك، خليني افتح الفيديو. الفيديو صار نعم الفيديو حدا منكم استطاع يفتحه عندكم؟ هاي موجود كلكم تفتحوه، شو رايكم؟ لانه متغلب افتح الفيديو ونعمل له شيرينج. تمام دكتور، تفتحوه كلكم بعد اذنكم؟ تمام دكتور. ايوه على الشات. تمام، يا ريت الكل يفتح مع بعض هلا مشان نشرح مع بعض في اللحظه هاي. بدي افتح مع بعض انا وياكم. سامعين الصوت برضو تبع الفيديو؟ سامعين الصوت؟ لا لا دكتور مش واضح الصوت. الصوت من عندكم انتو كل واحد من عنده؟ من عندنا. دكتور اذا بتحب نشغله هون تبي له شير من عندك؟ عملت له شير قبل شوي. خلص شكرا. اي
هذا 25 كيلومتر بير اور، يعني ما يعادل زي ما حكينا حوالي 13 نوت او حوالي يعني 15 ميل بير اور.
وقفنا يا أناس. أناس يعطيكم العافية. وضحت الصورة يا جماعة، إحنا عن إيش بنحكي؟ إحنا بنحكي عن مرة تانية التايب الثاني، مشان يعطينا بنفس الوقت الانتنسيتي، مش بس الدايركشن، عرفت علي كيف؟ ولا بس الرينج اللي إحنا بنحكي عنه، إحنا بنحكي عن ثلاث متغيرات مع بعضها البعض. فعشان هيك إحنا بنحكي على الحكي اللي إحنا حكيناه، إنه أهم شيء بالنسبة إلنا هاي طلعت عنا هلا، هاي اللي ببناشها هلا، رد نخرج منها. والله ما هو غلط رد تطلع عليها مرة تانية، مش مشكلة. مش مشكلة. إذا إحنا بنحكي هون بالتحديد على الاتجاه، عندنا معلومات على نسبة الوقت والاتجاه وسرعة الرياح. الثلاث متغيرات هاي بتكون فيما يتعلق بالويندروز تايب 2 اللي أنتوا أخذتوه أو ممكن تأخذوه من جاهز، يكون من الجهات المعنية. هو الويندروز بيشبه هذا، مش نفسه بالضبط لكن بيشبهها كتير، هذا الويندروز تايب 1. إما بيكون هيك أو بيكون هذه ممثلة بخطوط. إذا بنرسمها رسم على هاي الرسم، بجوز نعملها هيك، بيكون زي سبايكس هيك، بيكون من هذا الاتجاه بإشي معين، من هذا الاتجاه باتجاه تاني، وهكذا وهكذا. واضح؟ بدنا نرد نوقف هذا الحكي لأنه عم ما يوقف هيك، ونوقف هذا الحكي هيك. يعني بتصور إذا أنتوا يعني الحكي اللي أنا حكيته مع الفيديو اللي هلأ شفتوه، يفترض أنكم تصورتوا كيف ممكن ننشئ الويندروز تايب 2. مرة تانية بدنا نشوف حسب الوقت اللي عنا كم لكل وقت من الأوقات الرياح بسرعتها واتجاهها، نحول هذه الأوقات إلى نسب من مجمل الوقت ونترجمها على أرقام على الخارطة. بدنا نوجه الأورينتيشن، نعمل للرنوي أو ستريب اللي إحنا ممكن نحطها بعرض يساوي 2 ضرب القلاوة بالويند سبيد باتجاه معين، بحيث مجموع نسبة الوقت اللي مشمول في ضمن هاي ستريب المظللة أمامنا هي على الأقل 95%. إذا ما استطعنا وفشلنا نعمل ذلك، نضطر بالاتجاه الآخر نعمل كمان رنوي منشان ناخذ بالاعتبار انه الكروس ويند يعني اخذ بالاعتبار. وضحت الصوره يا جماعه؟ طبعا مع تشوفوه تقراوه كمان مره، تشوفوا الفيديو كمان مره، الصوره المفروض تكون عندكم واضحه. مفهوم جديد هذا لنا طبعا، ولكن مفهوم المفروض يكون مفهوم قابل ان شاء الله للفهم والادراك بشكل جيد. في حدا له اي سؤال على هذا الموضوع؟ دكتور عندي سؤال بس مش هذا الموضوع، على المشروع. لا بعدين المشروع، بس بعد إذنك شوي على هذا الموضوع. في حدا له سؤال؟ طب يعني بتأمل لما تقرأوا المادة اللي موجودة عندنا، ولما بتحبوا كمان تشوفوها من الكتاب موسع أكتر شوي مع الفيديو، بتصور الصورة بتكون عندكم واضحة منشان الوظيفة أو مشروعكم كمان تشتغلوا عليه بشكل مناسب إن شاء الله تعالى. المشروع تفضلوا نحكي عنه. حدا منكم جاب المعلومات من دائرة الإحصاء المركزية؟ دكتور الجوية المركزية تفضل. بس بالنسبة أنا بسأل لدائرة المعابر اللي هو الأستاذ إيمان، إحنا ما توصلنا معاه حولنا عليه تحويل. بدنا بس واحدة عن هاي المعلومات الخاصة بالأرصاد، أنت جبتوها تبعت الويند المجموعتين يا جماعة. أنت مجموعة أنس مجموعتك شو عملتوا فيها؟ جبتوها؟ إحنا أنا ونور نشتغل على الموضوع، بس نور جاب الأرصاد الجوية اللي حكينا عنها امبارح. خلاص أوكي، بس منشان كنا نتأكد المعلومات اللي عندكم هي عندكم بالساعة ولا عندكم بالأرقام الإجمالية؟ نور. دكتور انا عندي الارقام الاجماليه، طلبت منه الساعه بس بعد ما بعث لي اياها. طب على كل حال من يوم الخميس بتعرفوا يوم جمعه سبت احد كذا، نعطيهم كمان يوم يومين مشان ناخذ الاشياء بطبيعتها. الموضوع الثاني تبع المعابر تفضل. يا دكتور بس بدنا احنا رقم الاستاذ ايمن قنديل مشان احنا نتواصل معه ونسق مع الامور، لانه هم حولونا عليه تحويل ما اعطونا الرقم. طيب نعطيكم رقمه لأيمن قنديل، ببعث لك إياه إن شاء الله تعالى عبين ما أطلع بلاش نعطلكم، ببعث لك إياه رسالة إن شاء الله تعالى، بحطكم على الواتساب. ماشي. السؤال الثاني مثلا دكتور، إحنا لو لقينا مثلا إحصائيات المعابر من سنة 2009 مثلا، ما بتمشي الأمور؟ 2009 قديمة كتير، تغير الدنيا 2009 لليوم. بدنا آخر هو الرجال قال لك أنا بعطيكم آخر 5 سنوات، نقول له لا بدنا نروح 2009 يا جماعة. ليش؟ أنا بس هيك يعني سؤالي إنه يعني بتفيدنا في هاي الأمور ولا لا؟ 2009 عنا 2019 يا أناس، ليش نفكر روح 2009 يعني؟ لا أنا قصدي يعني راح تفيدنا مثلاً لندعم المعلومات. يعني ما ممكن نطلع عليها.
نشوفها يعني اطلع عليها بس يعني مين اللي بدا السنوات الاخيره يعني طبعا. اذا عندنا ترند من 20 سنه وجاي فليكن، لكن اهم شيء اخر 10 سنوات مش 10 اخر 5. هي بعت لك اياه وبعت لك كمان لزميلك، بس طبعا واحد اللي يحكي. بعت لزميلك كمان. انت نور ولا مين اللي بتروح على مين بيروح على المعابر؟ انا محمد نزال. انت محمد، محمد ابعت لك اياه كمان ولا نفس الشيء؟ بس مهم يا ريت بس مشان ما يصيرش تضارب دائما، ضل نسقوا مع بعض مشان مش تلين يبعتوا او مش تلين يحكوا. واحد بيحكي مع الكل بس كونوا فاهمين يعني متفاهمين مسبقا مين اللي بده يحكي وعن ايش. ها ماشي يا جماعه؟ تمام دكتور. محمد معي؟ محمد نزال معك دكتور. معنا مشي. طيب اليوم احنا محاضرتنا يعني باعتبار في نهايتها اذا قولها خلصت، لكن حابب كمان نقول لكم انه يعني بدكم اول باول تدرسوا الماده وتربطوها في الهوم وركس بدنا نعطيكم اياها وكذلك في المشروع ان شاء الله تعالى. هيك تمام دكتور؟ السؤال عن ويندوز. الويندوز في مجال تتغير يعني من سنه لسنه؟ احنا عشان هيك بناخذ افرج لعده سنوات يعني ممكن، بس يعني مش كتير يعني. يعني زي ما حكى لكم ناخذ مثلا بالفيديو هذا لكم كم سنه لاي سنه ناخذ عاده؟ مين بيستذكر؟ طبعا هو بحكيها بالهندي شوي بشكل هيك مستعجل شوي، بس اسمعوها مره ثانيه بتفهموا كل كلمه منها. كم سنه هو بيعتقد يا جماعه نور او غيره من الشباب والشابات انه احسن انه احنا ناخذ احصائيات؟ لا كم سنه للويند؟ 8 سنين حكى 10 5 الى 10. 8 منيح، 5 منيح، 10 منيح، معنى ما اخذي 8 لانها 5 الى 10 منيح. تمام المره الجايه ان شاء الله بنكمل ويعطيكم الف عافيه. اهلا، السلام عليكم.